هم حطوا المسألة كمان في شكلها الايه المباشر قوي، واحنا عندنا المجاهدين، وبالتالي هذه ساحة شكلها كده يعني ايه، يلا اتفضلوا مراهنة ناجحة من وجهة نظرهم. نستقطب بقى كل الشباب الاسيوي الغاضب من الاتحاد السوفيتي بصورة او باخرى في البداية، المرحلة اللاحقة طب ماذا لو، طب ما نستقطب كمان شباب من دول الشرق الأوسط العرب، وظهرت هنا مصطلح الأفغان العرب، وندي مساحة لكل هؤلاء كي يعني ينخرطوا في بوتقة واحدة وندفع بهم إلى القتال وإلى الجهاد، ويوجد لهم منظرين، ويوجد لهم اللي بيتكلموا على اللي بيقتلوا هيبقوا شهداء، ويوجد فيهم يعني كل مكونات الخلطة المسمومة الحقيقة جاهزة، وهناك من ينفق عليها ومن يديرها. هنا اللي يختار انه ينزل هذا الملعب وهذه التجربة بالمكونات ديت لا يتوقع سوى أن هذا الخطر اللي صنعه في مواجهة الآخرين أنه هيرتد عليه في يوم من الأيام لا محالة. تربية هذا النوع من أنواع الوحوش العقائدية والمحترفة في استخدام السلاح والمتفجرات وكذا، والمتطورة، واللي قعدت مع مؤسسات وجهات استخباراتية وتحدثت معاهم وتقادت أموال واكتسبت خبرة وطلقت كل حياتها السابقة، يعني ملوش رجعة، لا هو يقدر يرجع بلده ولا هو يرجع مجتمعه مرة أخرى، ولا أنه يعود، مفيش حد راح هذا المشوار ورجع. انت بتبقى حرقت كل مراكبك القديمة وبتراهن على ما انت عليه الآن. هذه الصناعة اللي استغرقت الحقيقة ما يزيد عن عقد ونصف، الكلام ده احنا بنتكلم على عقد الثمانينات او نص الثمانينات الثاني والتسعينات بالكامل. هذا الوحش الكبير زي ما بيقولوا في المثل تجري في النهر مياه كثيرة. يتفكك الاتحاد السوفيتي، أوكي، تنجح أمريكا وتنتصر وتعلن الانتصار وتنتشي بهذا النوع من أنواع الانتصارات، لكن أول عرض سلبي يحدث إن مش هتنتهي المشهد بسقوط الاتحاد السوفيتي أو بانسحاب الاتحاد السوفيتي من أفغانستان، مباشرة اندلاع حرب أهلية طاحنة من كل هذه المكونات بينهم وبين بعض كصراع على السلطة. وهنا تجد الولايات المتحدة نفسها ان هي ما تقدرش تسيب بقى المشهد على هذا القدر من الفوضى، فتبدأ تدعم اطراف كتيرة جدا، فيبقى في طرف يتشكل ويتكون اللي هو طالبان، تراهن عليه الولايات المتحدة وبعض من الدول الاخرى انه يخش يكسب معركة الحرب الاهلية المستعرة ما بين مكونات كتير جدا، ويتخذ طالبان اول قرار انه يستضيف تنظيم القاعدة ويضع تحت حماية من يحكم افغانستان باعتباره هو حاكم لافغانستان.